4-2-3-1. احمد طارس واحد من نجوم الدوري المصري، وهو النجم مروان حمدي صاحب القميص رقم 9. بدا الشوط الاول انطلاقه مروان بعرضيه خطيره ولكن اتصدى حلوه. التعامل الجيد من الحارس الشاب احمد طارس. دول سجل هدفين في الدوري في هذا الموسم. الكره طوليه خطيره سريعه من الخطوره الياسيله ولكن طولت منه، طولت من الياس تانيا. الباص جميل والتحرك روعه ولكن اللمسه الاخيره كانت عدي من قدام قدم اللاعب الكيني جون افري. وطلب عرضيه تعدي خطيره على اليمين تصل ناحيه شريف رضا. شريف والهجمه والعرضيه الساحره والراسيه حلو من الدفاع من دفاعات المقص والتالق من احمد طارق سليمان. ترجع مره ثانيه هجمه جديده والاتحاد السكندري. باصة الواد والمهارة والتصويبة مش ممكن. يا الله يا الله يا الله يا الله. الواد لما كرته حلو وكان يتألق بشكل كبير ويطلع كرته برا الملعب. برافو 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 احمد طارق سليمان. يظهر في الصورة ويظهر في الكادر ويتألق مشاهدينا ويمنع الهدف الاول للموج الازرق في الدقيقة 19 من الزمن الشوط الاول. ركنية تقوي يحط دماغه ويحطها في البعيدة. حسين فيصل بالعرض ناحية حمدي علاء. حمدي على يمين شريف رضا. شريف والمهارة واللمة. شريف وصد الحلوة. أحمد طارق سليمان يتألق للمرة وأكبر هزيمة مسموحة في الدوري في هذا الموسم. هزمته أمام فيوتشر في الدور الأول 0-4. وفيوتشر الساعة 9 مساء المباراتين في ختام لقاءات اليوم الاول. المصري مع الزمالك والسيراميكا كليوباترا امام نادي بيراميدز. لسموحه كانت مباراه مؤجله من الجوله ال 14. حمدي علاء خلي بالكم من هذا اللاعب. حمدي علاء اللاعب المحوري رقم 16. باصه بانيه مروان والخبره والمهاره والتصويب والصده والابداع من احمد طارق الازرق. سريع الهجمه عبد الكبير الوادي. الواد وحسين فيصل. سند حسين فيصل خطيرة جدا ولكن بامتياز. رؤية حلوة وفكرة حلوة وتركيز حلو من الغير عادي الوادي. الوادي عدى الوادي وتصويب ولكن تعدي وتعدي بره الملعب. مش ممكن مش معقول. الوادي على 6:30 الاتحاد مع المقاولين والجونة مع فيوتشر. وفي السهرة ماتشين الساعة 9 المصري مع الزمالك وسيراميكا مع بيراميدز. وانقطع باصة غير جيدة. باصة حلوة على اليمين. دفاع من زين تترد خطيرة. مروان حمدي. مروان مروان والتصويب والصدة. أحمد طارق سليمان يتألق لسه. مروان خطير. مروان لما كرته عدى ولكن بامتياز. الله مالك تقريبا 3 سنوات. انطلاقة حسين فيصل وباصة الوادي. الوادي عاوز يعدي ولكن أحمد طارق سليمان. خلاص يا طارق يا سليمان. التألق الروعة النهاردة من أحمد طارق سليمان ما شاء الله. الوادي الوادي عدى الوادي لما كرته وفعل كرته حلو بعرضية البر خطيرة. اللبس والتصويب ولكن ممتاز ممتاز ممتاز. أحمد طارق سليمان يظهر في الكحواري حمدي علاء ولكن يطير ويتألق أحمد طارق سليمان. وبقى ضربة ركنية الآن لصالح فريق. عرضية راسية موجودة على طول من جون افري. متابعة بتصويب والصد الحلوة. تصويبة جميلة بقدم الوادي وصد حلوة. أحمد فارق الأهداف بينه وبين أحمد سيد زيزو إلى 4 أهداف فقط لغير حتى الآن. تحضير محمود عقل ورع الشمال. النجم المغربي الوادي بعرضية استلام منتهى الخطورة والتصويب والصدة. ممتاز أحمد طارق سليمان نجم الشباك. حتى الله على أولادنا وشبابنا. ما شاء الله على أولادنا وشبابنا. منتخب مصر الشباب تحت 20 سنة وعملوا لقاءات متميزة جدا جدا. ومنتخب مصر للناشئين برضو في هذه الأيام بيلعب بطولة عربية سموح. واحمد طارق سليمان الخامه الجيده. عبد الكبير الوادي. الوادي والهجمه المسموحه بعرضيه مروان حمدي. لسه مروان وتصويب ولكن بره الملعب. تصويبه جت في قدم مين؟ هزيمه 7 على التوالي. لمسه الامام مروان مروان ولكن طولت وراحت لاحضان الحارس احمد طارق سليمان. لمسه براسيه ترجع مرتين ورا. حمدي علاء انطلق راح حمدي علاء. حمدي والتصويب الارضيه والصد الحلوه من احمد طارق سليمان.
احمد طارق طلع كورته طارق قويه عاليه خلاص اخر هجمه في المباراه جون إيف